الانتشار الحديث، هل هو وباء عالمي جديد؟ مع تزايد الأخبار حول الأمراض المعدية، يتساءل الكثيرون إذا كنا على أعتاب وباء جديد. في السنوات الأخيرة، ازدادت حالات الإصابة بجدري القرود في بلدان خارج إفريقيا. هذا الفيروس الذي كان محصوراً في مناطق معينة، بدأ ينتشر بشكل غير مسبوق، وقد شهد عام 2022 تفشياً للمرض في عدة دول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. المستشفيات هناك كانت تعجب المرضى، مما أثار قلقاً كبيراً. وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال، هذه الدول شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات، مما دفع الحكومات لاتخاذ إجراءات صارمة. يعتقد أن سبب هذا الانتشار هو مزيج من العوامل، منها زيادة السفر الدولي وتغير المناخ. هذه العوامل ساهمت في تسهيل انتقال الفيروس بين الدول، وتراجع مناعة السكان ضد الفيروس. العلماء يعملون بجد لفهم هذا الفيروس وتطوير لقاحات فعالة للحد من انتشاره. وقد أثار هذا الانتشار مخاوفاً من احتمال تحول جدري القرود إلى وباء عالمي جديد. الاجتماعات الدولية تعقد لمناقشة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة هذا التهديد المحتمل. سلالات الفيروس غرب إفريقيا وحوض الكونغو. يوجد سلالتان رئيسيتان لفيروس جدري القرود، سلالة غرب إفريقيا وسلالة حوض الكونغو. تعتبر سلالة حوض الكونغو أكثر حدة وتسبب مرضا أكثر خطورا، بينما تسبب سلالة غرب إفريقيا مرضا أقل الحدة. تنتشر سلالة غرب إفريقيا بشكل أساسي في بلدان غرب إفريقيا، بينما تنتشر سلالة حوض الكونغو في بلدان وسط إفريقيا. يعتقد أن معظم حالات الإصابة الأخيرة في بلدان خارج إفريقيا ناتجة عن سلالة غرب إفريقيا. فترة الحضانة، متى تظهر الأعراض؟ تتراوح فترة حضانة جدري القرود من 5 إلى 21 يوماً، وخلال هذه الفترة لا تظهر على الشخص المصاب أي أعراض، لكن يمكنه نقل الفيروس للآخرين. تبدأ الأعراض عادة بالظهور بعد أسبوع إلى أسبوعين من الإصابة، وتشمل الأعراض الأولية الحمى والصداع وآلام العضلات والتعب، ويظهر الطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام من بدء الحمى. مضاعفات جدري القرود، ما هي المخاطر؟ معظم حالات الإصابة بجدري القرود تكون خفيفاً وتشفى من تلقاء نفسها، لكن يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة في بعض الحالات، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. تشمل المضاعفة المحتملة لجدري القرود الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ وتشوهات الجنين عند النساء الحوامل. يمكن أن تكون الإصابة بجدري القرود قاتلة في حالات نادرة، خاصة عند الأطفال الصغار. مستقبل المرض، هل يمكن السيطرة عليه؟ يعد جدري القرود مرضاً خطيراً، لكن يمكن السيطرة عليه باتباع تدابير وقائية فعالة، ويشمل ذلك مراقبة انتشار الفيروس وتتبع المخالطين وتوفير اللقاحات للفئات الأكثر عرضاً للإصابة. من المهم أيضاً زيادة الوعي بالمرض وطرق الوقاية منه، ويجب على الأفراد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس، مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين.